bop bop baby do wop. A doobly bop bop baby do wop. A doobly bop bop baby do wop. A dot dot baby do wop. A doobly bop bop baby do wop. A doobly bop bop baby do wop. A doobly bop bop baby do wop. لماذا تعتبر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الرسمية مصدر فرحة وبهجة؟ ألا نتعلم من الكم الهائل من القصص والمآسي التي حولت الأفراح إلى بيوت عزاء؟ وهل سيزداد فخرنا بتخلفنا ونقنع أنفسنا بأن العالم الثالث هو مكاننا؟ الحرب في المناسبات الرسمية، عنوان حلقة اليوم من برنامج نبض الولد. وللحديث أكثر عن حلقة اليوم الحرب في المناسبات الرسمية، رحبوا معي بضيوف حلقة اليوم: السيد جميل أسعد والبالغ من العمر 10 سنوات، والسيد عمر عبيدو والبالغ من العمر 9 سنوات. أهلا وسهلا فيكم. تحضروا مناسبات رسمية، أعراس أو نجاح، أو عمركم حضرتوا أعراس صح؟ شو بيصير فيها شغلات سيئة غلط؟ يعني مثلا يكون واحد متخرج من الجامعة بيجي ناس بيجي ساد وشي يتلقى شخصات أو ألعاب نارية بالسماء. طب شو وين الفرحة في الموضوع؟ ما في فرحة. ممكن وقت قد موت للإنسان. أها. ممكن تيجي مش شرط تجي، ممكن تجي واحد أو مكان خاص في الجسم تجي. أها أها. طب ليش بيستخدموا الطخطخة في الأعراس؟ ما في سبب. ما في سبب صح؟ شو العقوبات اللي ممكن يعملوها إذا واحد عملها؟ يسجنوا. ليش بس بطلقوا ألعاب نارية ورصاص؟ إلها آثار سلبية، ممكن تضر الرصاص، ممكن يضر، ممكن تجي على واحد. شو ممكن يصير؟ تصبح الله يجي يموت. طيب تعرفوا إنه هاي القصص صارت فيه بأفراح، يكون ناس بتطخ وهيك وبيموت ناس. ها؟ شو لازم نحكي إحنا في هذا الموضوع؟ شو أنتوا شايفين إنه لازم نعمل؟ نوقف. كيف؟ نمنعهم يطلقوا. ولا زي ايش ممكن نعمل؟ ممكن يصيب واحد مثلا يتوفى مثلا فرزة او شيء تاني. ممكن يفكر الشرطة انه تلقى حقيقية، انه الوزارة تعلن انه هذا الاشي ما بيصير. الوزارة تعلن انه هذا الاشي ما بيصير. طيب في ناس اسمهم العالم الثالث، بلاد متخلفة. العالم الثالث بلاد متخلفة؟ طيب امريكا تعتبر من العالم الثالث؟ مين هم العالم الثالث؟ طيب بتخيل انه يكون في كثير مثلا لما يكون في اشياء هيك بس تكون اشياء حرام او شو. فبحب يكون انه في اشياء حرامية بيجي يفوتوا على البلد او شو. فلما بتخيل انه يكون كل شيء بسلام. احنا اي عالم؟ الثالث. جميل. التالت. هل تعتقد في امريكا لما بتجوزوا بتخوا في اعراسهم؟ ليش؟ إنه أمريكا دولة منظمة و... طيب هل تعتقد بأنه أمريكا عالم ثالث؟ ها؟ يمكن. هل بتلاقي بيطلعوا بطخوا بالشارع أو بيطلعوا زفة سيارات وبيطلعوا من الشبابيك؟ لا. ليش بأمريكا ما بيعملوا هيك وإحنا في الأردن أو عندنا في الدول العربية بنعمل هيك؟ حسب علمكم. في ناس بأمريكا ما بيحبوا يعملوا شغلات زي هيك، في ناس مثلا دول اخرى بسي بحبوا يعملوا افراح عشان الواحد نجح ونجيب له الاشياء اللي بده اياها. الامريكان عندهم انه نظام بس الاردن لا. طيب كيف بدنا نصير من دول العالم الثاني او الاول؟ اذا بطلنا الطخطخه بصير في عدد سكان اكثر، فبزيد التفكير بالاردن. اذا بطلع خطف الناس يسرقوا أولادهم بيوتهم، كما لما يبطلوا هالعادة فيجي الناس ينبسطوا بالبلد. أو لما تيجي أمريكا، أي حدا أمريكا على الأردن يجي يفهمهم، بصير كل الأردن إنه يبطل في هذه العادة. الواحد يجمع كل سكان البلدة ويحكين إنه يبطلوا يعمل هالعادات، إنه مثلا ما نطخطخ وما نزعج الناس، إنه نتعلم النظام والترتيب. نتعلم النظام والترتيب. الأولاد اللي برا ما بتعلموا إنه بيطلوا يسبوا أو يجوا مثلا يجي يزعجونا وإحنا نكون نايمين ورايقين. ما يضلوا يجي يزعجونا ما يكسبوا علينا سباتهم.
إنه إذا الشرطة إجت وشافت تنقل خبر للوزارة والوزارة تضبط القوانين. ليش هم يسموهم دول عالم أول وإحنا سمونا دول عالم ثالث؟ هي منظمية. أها. ممكن مثلا واحد شيء عيب صار بيجي يحول للوزارة، الوزارة تتحول للمحكمة. هل هناك في محكمة لدول العالم الأول ومحكمة لدول العالم الثالث؟ ها؟ طيب شو يعني كلمة تخلف؟ تخلف يعني إشي بيصير مش منيح يعني، وهذا الإشي بيسموه تخلف إنه إشي يعني يكون مش منيح. العالم الأول بيكون منظمين عندهم وزقدرين نعمل زي ما إحنا حنسيم العالم الأول، وإذا ما عملنا زي ما نسيم العالم الثالث نضل العالم الثالث. إذا العالم الأول إجا وعلم العالم الثالث بيصير كل الدول العالم الأول. وإذا كانت الدولة منظمة وفي دولة غير منظمة، الدولة المنظمة تروح تحكي لدولة غير منظمة يكونوا منظمين لهذه الدولة عشان ما يصير مشاكل، فبتجي تقترع على اقتراح بشيء كل شيء بسلام. طب هل تعتقدوا إنه إحنا الدول العربية في عنا علماء؟ لأنه إحنا بنضلنا نطخطخ فكتير ناس بيموتوا فبيقل عدد سكاننا، أما العالم الأول ما بيطخوا فكتير العدد عندهم فعندهم كثير علماء. يعني أنت مع إنه الطخ في المناسبات الرسمية سبب في تقليص عدد المواطنين، وهذا الإشي في تقليص عدد العلماء يؤدي إلى تقليص عدد العلماء يعني، صحيح؟ الحرب في المناسبات الرسمية لحلقة اليوم. لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفي حلقتنا لليوم، السيد جميل الأسعد والبالغ من العمر 10 سنوات، والسيد عمر عبيدو والبالغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.